الجواب، حاولوا هل أنتم مرتاحون. أنا أميل إلى قول لا، لسنا مرتاحين، لسنا مرتاحين بسبب التالية. السبب الأول هو أننا عندما نقارن بين الإنجازات التي كانت في المرحلة السابقة والمرحلة الحالية، نلاحظ أن الفائض الذي كان في الولاية السابقة قد تم استغلاله خلال هذه السنة، ولم تستطع البلدية أن تفضي أو تؤدي، يعني أن تترك لنا فائدا ذا قيمة. كذلك هناك مجموعة من المشاريع خصوصا ما يتعلق بإصلاح البنية التحتية التي انطلقت مع ما كنا نسميه في الولاية السابقة بمشروع الثلاثي لثلاث سنوات، والذي هم إصلاح الطرق أساسا والإنارة العمومية، وكذلك ما يتعلق بالترصيف وما يتعلق بمجموعة التشجين بعض الحدائق العمومية، وكل ما يتعلق بإصلاحات البنية التحتية كما قلنا بالصفة العامة. هذا المشروع الثلاثي لم يكتمل، وحاولت البلدية الحالية المجلس الحالي وضع ما يسمى بالمخطط الجماعي التنمية وفق الميثاق الجماعي الجديد، ولكن هذا المخطط الجماعي التنمية هو كذلك عرف تعثرات، بحيث رغم كل المجهود التي قام بها المكتب وحيث باشر مكتب دراسات متابعة هذا الملف وعمل عملا جبارا، ولكن رغم ذلك لم يتبرع على أرض الواقع، بحيث لحد الساعة لم تستطع البلدية المصادقة على هذا المخطط الجماعي، ونحن في نهاية الولاية، وبالتالي كلها نقاط سلبية لا يمكن أن نقول أن هناك أمر يبعث ارتياح. ولكن بطبيعة الحال هذا يمكن يكون سؤال، يمكن أنتم مطرح السؤال، يعني ما هي الأسباب أو هي كذا، هذا هو السؤال. ولكن هذا لا يعني أولا أنه لم تقم بلدي بأي شيء، غير صحيح. سنوضح بعض الأعمال التي قامت بها البلدية، وكذلك لا يمكن أن نعتبر أن المسؤول الوحيد هو كما نسمعه في بعض دورات المجلس. لا ندري لماذا يحمل المسؤولية فقط للمنتخب، ليس فقط للمنتخبين بصفة عامة، يحمل المسؤولية بالضبط لنواب العمدة. وهذه ظاهرة غريبة، أي تحمل كل ما يقع في الرباط إلى نواب العمدة، مما يجعل البعض يعتبر أن هذه عبارة عن استفزازات قد يكون الهدف منها موضوع الإرباك لعمل المكتب. ولكن أقول أن الأسباب متعددة. السبب الأول هو سبب قانوني. نظام وحدة البتينة ثبت أن فيه إشكالات كبيرة جدا، ونحن نعمل اليوم بصفة نائبة البرلمانية في إطار الجلسة الداخلية على إدخال مجموعة من التعديلات بشأنها أن تعالج هذا الموضوع. نظام وحدة المدينة الذي نقصد به العلاقة بين البلدية والمجلس وبين المقاطعات. اليوم نحن أمام مقاطعات بدون وسائل، ليس لديها ميزانية، ليس لديها صلاحيات قوية، والمواطن لا يعرف إلا المقاطعات ولا يواجه إلا المقاطعات. فإذا نظام المقاطعات قد أبلع الفشل، فلا بد من استبدالية. وهذا الاقتراح نحن في حزب العدالة والتنمية سبق اقترحنا في مذكرتنا، إما حذف المقاطعات بصفة نهائية أو تعزيز دور المقاطعات بما يمكنها أن تقوم بأدوارها من قبيل رفع المنحة إلى حدود معينة. لحد الساعة المقترح الذي جاءت به الحكومة الذي سيناقش قريب في البرلمان هو تخصيص منحة 10% من ميزانية المدينة إلى المقاطعات، وهذا شيء لا بأس به ولكنه غير كافي. النقطة الثانية هي ما يسمى بالنظام